كان غزاية تزوج حتى الوادي. ما بايكش حي. انطلاق عملية تلقيح ووقائي حول البؤر المسجلة لمرض التهاب الجلد العقدي لدى الأبقار، حيث استلمنا ما يقارب 3500 جرعة يوم 19 أوت 2024، وانطلقت عملية التلقيح في ذات اليوم، حيث قمنا بتلقيح حوالي 1086 رأس من الأبقار، واستفاد من هذه العملية حوالي 27 مربي على مستوى الولاية. رانا احنا كمديرية المصالح الفلاحية والمفتشية البيطرية للولاية سخرنا 12 طبيب بيطري عمومي. انا حسينا يعني بالفرج الان بعد هذا الحملة يعني التلقيحية ان شاء الله، وهذا يعني بفعل يعني بإرادة يعني الدولة وبإرادة يعني الطاقم البيطري اللي على مستوى يعني فرعنا فرع الرباح. بالفعل يعني الان يعني بدأنا الحملة يعني التلقيح، وهذا على مستوى الاستبل تاعنا، ويعني في هذا الشيء يعني نشكر يعني الدولة على كل حال في هذا المجال.